اسعدتم مساء واهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج اصوات النساء. حلقه هذا اليوم عن دور المجتمع المدني في متابعه تنفيذ الخطه الوطنيه. معنا اليوم ضيفه عزيزه على قلوب الجميع وعلى المجتمع المدني، السيده ست سوزان عارف، رئيسه منظمه تمكين المراه ومنسقه تحالف 1325. اهلا وسهلا ست سوزان. اهلا وسهلا دكتورة. عزيزتي ست سوزان، مؤخرا عقدت مؤتمر واسع جدا ضم العديد من المنظمات بشان الخطه الوطنيه وبشان دور المجتمع المدني في تنفيذ الخطه الوطنيه. ما هي اهم الملاحظات التي سجلت خلال المؤتمر؟ طبعا مؤتمر منظمات المجتمع المدني لمراجعة مسودة الخطة الثانية لقرار مجلس الأمن يعتبر مؤتمر مهم للأخذ بنظر الاعتبار يعني ملاحظات وتوصيات المجتمع المدني على الخطة الموجودة ومدى رضاء على هذه الخطة. هل هي هذه الخطة اللي تستجيب لاحتياجات النساء بعد فترة يعني النزاعات؟ ما هو النقص الموجود؟ فبالتأكيد هنالك الكثير من كانت هنالك يعني الملاحظات، وخرجنا أيضا ببعض التوصيات منها. يعني التوصيات التأكيد بأنه يجب أن يكون هنالك ركائز أخرى اللي تستجيب لاحتياجات النساء، وأهمها مثلا التمكين الاقتصادي، الإنعاش بالنسبة للمرأة، وأيضا موضوعة التشريعات وموضوعة المتابعة والتقييم والرصد. وكان هذا يعني هذه أيضا كانت من التحديات، يعني من خلال النقاشات اللي صارت أيضا بأنه هذه كانت أحد التحديات بأنه ما كانت موجودة آلية رقابة ورصد. حلو. يعني من جانب الحكومي ما كان موجود، وهذا اللي كان تقدين اليوم المجتمع المدني يقدر يقوم بمسألة الرقابة والرصد؟ أنا أعتبرها هذه مسؤولية منظمات المجتمع المدني، يعني إلى جانب إحنا نشجع بأنه أيضا يكون هنالك جانب حكومي في المتابعة والتقييم والرصد لتقييم التقدم المحرز أو الأثر على أوضاع النساء. كيف مثلا هذه الخطة الوطنية أثرت أو حسنت من أوضاع النساء، استجابت لاحتياجات؟ لكن أيضا إحنا ما ننتظر فقط من الجانب الحكومي، أيضا من منظمات المجتمع المدني كإلى جانب دورها هي تقدم الدعم والمساعدة في تنفيذ الخطة الوطنية، أيضا يكون لها جانب المتابعة والتقييم والرصد. طيب، تعتقدين تجربة الخطة الوطنية السابقة هي اللي اليوم كانت مدعاة لمطالبات المجتمع المدني أن يكون رقيب وراصد، أم هناك أسباب أخرى؟ يعني إحنا من كل مرحلة وتجربة نأخذ بها دروس مستفادة، فمن خلال هذه من التحديات اللي نواجهها راح نأخذها كدروس مستفادة، وكيف ممكن بالمرحلة القادمة نحسن الأداء. وأنا ممكن أقول إحنا حتى من خلال، لأنه من دا أقول إحنا، لأن المجتمع المدني كان المبادر من البدء بالعمل على تطوير الخطة وخلق الإرادة السياسية والشراكة مع الحكومة. أيضا كان موضوع التقييم والمتابعة موجود يعني ضمن الأولويات، لكن الأوضاع اللي واجهت تنفيذ الخطة كانت أوضاع صعبة جدا، يعني استثنائية فتم غض النظر عن متحولت إلى خطة طوارئ. أعتقد أنه الموضوع اختلف، يعني صيغة تم الخطة اختلفت. كيف ممكن وضع خطة طوارئ للاستجابة لاحتياجات الآنية للنساء في المخيمات، النزوح والنساء اللاجئات والنساء المتأثرات بالحرب؟ فكل هذا يعني خلى بأنه ننشغل بأشياء أخرى، فكان الانشغال مثلا بخطة الطوارئ، وأيضا بعد خطة الطوارئ كيف عكس الخطة الوطنية إلى خطة تنفيذية في داخل الوزارات والمؤسسات المعنية، وأيضا خطة المنظمات. بما أنه ذكرت الوزارات والمؤسسات، تعتقدين اليوم مؤسساتنا قادرة على أنه تنفذ خطة بمحاور عدة بمسألة حساسة تتعلق بالأمن والسلام وأدوار النساء، خصوصا أنه الموضوع تزج عنصرين يشوبها القلق، عنصر الأمن وعنصر أوضاع النساء؟ طبعا هذا يعتمد على مدى قوة الخطة ووجود المقومات للتنفيذ. يعني أيضا يعني كان أحد أهداف المؤتمر
هو كيف ممكن نضمن بأنه الخطة غير شكلية، بأنه أيضا مركزة على الجوانب الرئيسية. حضرتك ذكرتي تركز على الأمن والسلام، فهذا معناته الخطة، كم الخطة مركزة على تعزيز مشاركة النساء في القطاعات الأمنية؟ نعم. كيف، ما هي الآليات لزيادة مشاركة النساء؟ كيف ممكن النساء يشاركون في المفاوضات، في يعني اتفاقات السلام؟ طيب، أمام حجم العراق، أمام المشاكل اليوم اللي موجودة تتعلق بالأمن، الخلل اللي صاب يعني بعض المناطق بسبب التظاهرات، أيضا وضع الإقليم الاستثنائي، تعتقدين قادرين أن ننفذ الخطة بشكل عادل ومتساوي في كافة المناطق أم نحتاج إلى مراحل لاحقة؟ يعني حاليا احنا مركزين جدا بمحلية الخطة. محلية الخطة ليش؟ لأنه احنا نقول هذه الخطة يجب أن تستجيب لكل النساء المهمشات، النساء في المخيمات. الخطة متى ممكن نقول بأنه فعلا هي خطة قابلة للتنفيذ؟ من كون أكو ميزانية موجودة، من هي خطة فعلا قابلة للتطبيق، من ما تكون خطة شكلية فقط كلمات. نعم. كلمات. فهذه اللي إحنا كدورنا كمنظمات مجتمع مدني ماشيين بهذا الاتجاه، كيف بأنه هذه الخطة تدخل المسار الصحيح. نعم. بأنه كيف ممكن نظل في المدافعة والمناصرة من أجل تحديد ميزانية. يعني يكفي بأنه إحنا كل برامج النساء وخطط والاستراتيجية توضع بهدف تحسين أوضاع النساء تهمل، ويعني لا يكون هنالك أي مصادر مادية وبشرية من أجل التنفيذ. طيب، ذكرت المدافعة والمناصرة، أعتقد اليوم أضيف للخطة محور الإعلام، محور التمكين الاقتصادي أيضا. مسألة المدافعة والمناصرة أمام عدم وجود إعلام مستقل، أمام انفتاح هائل بالسوشال ميديا غير مدروس، تعتقدين أنه حملات المدافعة ستكون مجدية أم تحتاج إلى استراتيجية عمل مختلفة؟ أكيد من إحنا حالياً نعمل على خطة إعلامية للترويج عن الخطة الوطنية، وأيضاً يعني نشر الإنجازات اللي تصير على تنفيذ الخطة. يعني المرحلة السابقة، خبرتنا في تنفيذ الخطة السابقة كانت أضعف، ما كانت يعني جانب الإعلامي كان ضعيف جداً، يعني الترويج للخطة والترويج للتنفيذ كانت ضعيفة. فهذا اللي إحنا نطمحه من خلال الخطة الثانية، بأنه كيف أكو خطة إعلامية اللي فعلاً تتوافق مع الخطة الموجودة، وكيف تمشي بنفس المراحل، كيف ممكن إعداد لهذه المؤسسات الإعلامية بأنه تكون فاهمة ما هو أجندة المرأة، السلام والأمن، ما هي الخطة الوطنية، وما هو المطلوب، ما هو الدور المؤسسات الإعلامية. إحنا صراحة هذه النمطية اللي موجودة يعني عادات والتقاليد هذه ايضا تاثر عائق في امام، بلورت صوره نمطيه عن المراه، فكيف ممكن نغير هذه الصوره، وكيف دور الاعلام ومسؤوليه الاعلام في تغيير هذه الصوره النمطيه. فهذه تعتبر يعني مهمه جدا، كيف احنا نركز على المتابعه والتقييم والرصد. ايضا الاعلام لا يقل اهميه عن هذا الجانب، فهذا الجانب مهم جدا بانه تكون فعلا موجودة، لكن أيضا بخطط واقعية، خطط مدروسة جيدة، وأيضا تدخل في جانب بناء القدرات ضمن هذه الخطة. بمسألة بناء القدرات من حيث ما انتهيتي حضرتك، اليوم التحالف يضم العديد من المنظمات بمختلف التخصصات، مو فقط التخصصات، أيضا في المناطق، يعني في الجنوب والوسط والشمال وهكذا. إذا ما أردنا أن نشكل فريق عمل لمتابعة تنفيذ الخطة، تعتقدين اليوم التحالف قادر أن يلم بكل تفاصيل الخطة بهذه التخصصات المختلفة؟ أي عمل إذا نريد نحققه وننجح به، المفروض إحنا ننظمه، والتنظيم يصير فعلا على أساس الاختصاصات، على أساس المناطق، لكن أيضا على أساس بناء القدرات، يعني مؤسسة العمل. يعني إذا يظل العمل عشوائي أكيد ما راح نحقق نجاح، لكن إحنا من دنادي بمؤسسة العمل على أجندة المرأة والسلام، فهذه المؤسسة مطلوبة في داخل المؤسسات الحكومية، وأيضا مطلوبة في داخل مؤسسات المجتمع المدني، بأنه مو
احنا بشكل عشوائي نعمل على هذا الجانب، لكن التنظيم كيف نبني وحدة التقييم والرصد، المسؤولين عن هذا الملف، عن المتابعة، وكيف ممكن هذه التقارير تكون تقارير معترف بها ومقبولة. مسألة المؤسسة للمجتمع المدني، لاحظنا بالمؤتمر كان هناك شراكة لعدة شخصيات رسمية وغير رسمية. تعتقدين التحالف قادر أن يكون حلقة الوصل بين ما هو حكومي وغير حكومي، خصوصاً أن حضرتك تطرقت للمؤسسة، واليوم المؤسسة لا تنفرد فقط بمنظمات المجتمع المدني، أيضاً بالمؤسسات الدولة العراقية. طبعاً دور منظمات المجتمع المدني هي كانت شريكة وسط الشريكة، شريكة في العمل على هذا الملف، واستمرار التحالف يعني اللي انطلقت من مبادرة نسوية عراقية للعمل على كيف ممكن تطوير خطة وطنية بالعراق، أصبحت اليوم كتحالف لاتساع رقعتها لتساعدة المنظمات. فهذا اللي خلى بأنه هذه الاستمرارية معناته إلها القوة باستمرار العمل، وإلها القوة بأنه تحقق النجاح. فهي تعمل من جانبين، تقديم المساعدة للمؤسسات الحكومية، وين هي الفراغات الفجوات، كيف ممكن تقديم الدعم. من جانب آخر هذه المنظمات الموجودة هي اللي تنفذ مجموعة من البرامج للنساء. من جانب آخر تعمل على وضع استراتيجيتها بالعمل على مؤسسة العمل داخل هذا التحالف، وأيضا كيف ممكن بأنه هذه الوحدات اللي تعمل عليها، مثلا إذا كانت وحدات متابعة وتقييم، إذا كانت الجانب الإعلامي اللي مهتمة به، كيف ممكن يكون فعلا موقع مقبول وإلى مصداقيته. طيب سيد سوزان، احنا عندنا فاصل ونرجع نتكلم أيضا عن دور السلطات الثلاث ومدى التشبيك مع منظمات المجتمع المدني بمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية. فاصل وراجعين. أهلا وسهلا بكم من جديد، وهذه عودة لبرنامج أصوات النساء، وسيدة سوزان عارف رئيسة منظمة تمكين المرأة ومنسقة تحالف 1325، وحلقتنا عن مدى تنفيذ الخطة الوطنية ودور المجتمع المدني. سيد سوزان، انتهينا بمسألة دور السلطات الثلاث. احنا نعرف انه لابد ان تكون هناك شراكة، واليوم ما ينسحب على الجانب التنفيذي ايضا ينسحب على الجانب التشريعي وكذلك القضائي. ما مدى تعاون السلطات؟ على سبيل المثال اليوم احنا بحاجة لبعض التشريعات لغرض اتمام العمل، وايضا بحاجة لتنفيذ بعض التشريعات. ما مدى تعاون سلطة البرلمان والسلطة التشريعية في تنفيذ الخطة الوطنية؟ يعني تجربتنا بالعراق بالعمل على الخطة الوطنية يعني كانت تجربة تشاركية وتجربة فريدة ونوعية، يعني بهذا التشارك من السلطات الثلاثة، يعني سلطة التشريعية القضائية التنفيذية، وأيضا وجود منظمات المجتمع المدني وإدراجها في هيكلية هذا الفريق الوطني. وموضوعة التشريعات فعلا هي من الموضوعات الأساسية اللي تبنتها عملية العمل يعني في إعداد الخطة الأولى، وأيضا تم تحديد مجموعة من التشريعات اللي هي بحاجة إلى التغيير. لكن إحنا نعرف المنظومة القانونية اللي عندنا، ونعرف بأنه ليس من السهل بتغيير القوانين اللي موجودة خلال مرحلة من المراحل الخطة، يعني إذا كانت الخطة 5 سنوات، لكن أيضا هي ممكن نقول فترة 5 سنوات هي مناسبة جدا إذا إحنا مارين بمرحلة استقرار، ما عندنا هذه الحروب والأزمة العسكرية الاقتصادية السياسية، لكن احنا واجهنا كل هذه فما تم الاهتمام بالجانب التشريعي. لكن هذا يظل من الأولويات، وحاليا هذا اللي ركزنا عليه من خلال المؤتمر أيضا، مسألة التشريعات ومسألة القوانين هل التمييزية. هل سيكون لكم دور بمسألة مناهضة العنف الأسري؟ هل هو ضمن
إطار الخطة أم هو بمعزل عن الخطة؟ بالتأكيد قانون مناهضة العنف الأسري، واللي إحنا فرحانين يعني في إقليم كردستان اللي تبنته يعني الحكومة من عام 2011، وتعتبر أيضا إقليم كردستان يعني أول السباق في تبني هذا القانون، يعني مو فقط على مستوى الوطني نعم. لكن أيضا على مستوى نعم. الشرق الأوسط، اللي فعلا يعني هذا يهمنا، لأنه إحنا من نتحدث عن الوقاية والحماية هي كلها تابعة إلى يعني من خلال التشريعات إطار قانوني وإلغاء التمييز، فبالتأكيد هذا مهم جدا، وأيضا يدخل من اهتمامات الخطة الوطنية وخصوصا ركيزة التشريعات. بالآونة الأخيرة السلطة القضائية صدرت مجموعة من القرارات، البعض لاحظ أنه هي تحول بمسار العمل القضائي، وأنه هناك بعض الأمور اتطرقت لها السلطة القضائية كم كان مغفل عنها، أو كان هناك تجاهل لها، تتعلق بالكوتة، قرارات تتعلق بأيضا حضانة الأم، قرارات تتعلق بمسألة قانون الانتخابات. تعتقدين أن الخطة الوطنية ستضيف الشيء الإيجابي في حال ما نفذت لمسارات العمل القضائي، أم ستحتاج أيضا لمتابعة فريدة أو استثنائية، لأن سلك القضاء استثنائي بحد ذاته؟ هذا اللي خلينا نقول بأنه هذا العمل يجب أن يظل عمل تشاركي، يعني مشاركة وجود السلطة القضائية في هذا العمل في تطوير الخطة الوطنية، يعني هم يكونون جزء من وجودهم في تطوير الخطة، وخصوصا على جانب الحماية والوقاية أو ركيزة التشريعات والقوانين، حتى ما نناقض نفسنا، مو نجي إحنا كمجموعة تتشكل فريق نقعد نطور خطة، لكن السلطة القضائية أو السلطة التشريعية في جانب آخر تصدر تعليمات أو قوانين أو يعني مناقضة لهذا اللي موجود عندنا. فهذا لهذا إحنا نأكد وأكدنا من خلال المؤتمر، الفرق الوزارية والسلطات الثلاثة يجب أن تشارك في إعداد الخطة، ومستوى يعني الوعي الكامل بمضامين هذا القرار، وال يعني تعتقدين وصلوا لمستوى جيد أم يحتاجون المزيد؟ أنا برأيي يعني مرحلة تطوير الخطة الوطنية الأولى وتنفيذها كانت مهمة جدا في رفع مستوى الوعي، فهم أجندة المرأة والسلام، لكن إحنا دائما محتاجين هذا الوعي بشكل مستمر. ليش؟ لأن عندنا تغييرات بالهيكلية، تغييرات بالأشخاص، فمعناته إحنا هذا محتاج إلى شيء مستدام، لكن ما ممكن بأنه إحنا نعزل أو نعتمد على مجموعة فقط. نتأكد يعني هذه الخطة إحنا ما نريد نستعجل بها، بحيث بعدين هذه ما تكون هذه الخطة القوية اللي هي أخذت مشاركات، أو كان يعني بحيث ما نواجه أي تناقضات بعد تبنيها، أو أي اعتراضات ممكن بعد تبنيها لاحقاً، أو قد بالتنفيذ تواجهون صعوبات، أو بالتنفيذ، أو على الأقل نضمن إحنا قبل. إحنا شنو فائدة الخطة إذا حتى تبنيناها لكن ماكو ميزانية وياها؟ كيف أضمن بأنه هذه فعلاً اليوم صانع القرار جاد بتضمين الميزانية خاصة لتنفيذ القرار، أم هناك عدم جدية؟ صراحة احنا ما نقدر نقول هنالك عدم جدية، لكن ايضا هذا يعتمد على علينا اولا كمنظمات مجتمع مدني على دورنا في الرصد والمتابعة، وايضا دور النساء في مراكز القرار، النساء اللي موجودة بالسلطة التشريعية، النساء اللي موجودة في السلطة التنفيذية، النساء اللي موجودة بالسلطة القضائية، وايمانها باهمية هذه الخطة الوطنية، هذا اللي خلينا ننجح. تقديم يحتاج التحالف أو منظمة تمكين المرأة على اعتبار هي المبادرة لهذه القضية، تحتاج عقد مؤتمر آخر تخصص لهذه السلطات الثلاث بجانبها الجندري، أم فقط مخاطبات تكتفون بالمخاطبات؟ أكيد إحنا محتاجين إلى عدة مسارات، يعني قد تكون ورش، قد تكون اجتماعات، لكن أهم شيء بأنه إحنا من نخرج من مؤتمر نخرج بتنفيذ التوصيات، يلا نعقد مؤتمر آخر، مو نعقد مؤتمر بعدين مؤتمر وبعدين عمل.
فمهم جدا التوصيات اللي خرجناها بمؤتمر منظمات المجتمع المدني. نعم. إيش قد حققنا من هذه التوصيات؟ أين وصلنا؟ فلازم على الأقل نحقق 50-60-70% من هذه التوصيات، يلا نعقد مؤتمر بشأن موضوع آخر، لأنه إذا إحنا ما حققنا كيف يصير عندنا الأمل بأنه نحقق شيء من مؤتمر شيء آخر. آخر اليوم المتابع للمشهد العراقي على سبيل المثال أنه مسألة التظاهرات اللي استمرت لفترات يعني ليست بالقليلة، فيها كم هائل من التضحيات، فيها مشاركة استثنائية أيضا تحسب للمرأة. ما تعتقدين أنه مسألة التظاهرات والإرباك الحاصل في المشهد السياسي والأمني والاجتماعي سيؤثر على مسألة تنفيذ الخطة الوطنية، أم سيكون بالعكس عامل مساعد التعجيل بتنفيذ الخطة؟ يعني احنا دا نتحدث عن خطة اللي مهتمة بقضية المرأة في أوقات النزاعات وما بعد النزاعات، فإحنا ما نقدر ننتظر إلى وقت الاستقرار حتى نقدر نمشي الخطة مالتنا، فهي هذه الخطة يعني لحظتها هذه وفعلا هذا مهم جدا في هذه المرحلة، وإن يعني نطلع من نمطية قضية المرأة، قضية مجتمع، قضية دولة، قضية بلد. يعني احنا اللي دنادي بي مو بانه والله زيدونا سوونا منية زيدونا عدد النساء بالسلطة التنفيذية، زيدونا عدد النساء بالسلطة التشريعية، لا ابدا. احنا دنقول خلي هذا البلد يتقدم، خلي نحقق المساواة بالفكر، كيف نستثمر الطاقات اللي موجودة عندنا، الطاقات الشبابية من النساء حتى من الرجال المناصرين للمرأة، وكافي بأنه إلى هذا التمييز، كافي إلى هذا التهميش. إلى متى تعيش النساء في ظل الدكتاتورية؟ يعني إذا ما تعتقدين اليوم بعد مشهد التظاهرات واللي حصل فيها هناك نوعا ما تحول إيجابي بالنظرة للمرأة، أم هي وقتية آنية وتنتهي؟ من خلال التجارب الموجودة في العديد من النزاعات والحروب اللي صارت بكل الدول المجاورة ودول حتى العالم، حتى بالعراق. نعم. حتى بالعراق يعني النساء تشاركوا إلها مواقف، هذا مو جديد على النساء اللي دا نشوفها اليوم بالتظاهرات، النساء شاركت في كل الحروب وكان إلها دور، لكن هم يستخدمون النساء في هذا الوقت وبعدين يقولوا لهم مع السلامة، حاليا خلصت المشكلة، أنتوا يعني وجودكم بالبيت عندكم الرعاية، المسؤولية الأساسية هي رعاية البيت. الأسرة والبيت وذاك ثانوي، كأنما هذا كان لمرحلة اضطرارية، حالة طوارئ فعلا مفروض يعني تكونون ويانا تكون موجودة بالنزاع، أوكي. لكن بالاستقرار بس بالاستقرار وتوزيع المناصب وتوزيع كذا، لا النساء ما موجودات، فما أتصور يعني ممكن ما أخلي، لا أكون متشائمة، لكن التغيير بطيء، التغيير بطيء في الفهم، التغيير بطيء في لكن هذا الجيل نقيس على مستوى التفكير، يعني إحنا اليوم أمام جيل نسوي مختلف، يعني حتى منظمات المجتمع المدني التي شكلت بالآونة الأخيرة من جيل الشباب هو جيل بتفكيره مختلف، ما ممكن هذا الجيل يحقق نقلة نوعية. والله أنا أريد أخدمك دكتورة، النساء بالعراق ما كانت متخلفة، النساء كان لها دور كبير. نعم. والنساء كانت متقدمة على مستوى الدول العربية اللي موجودة في الشرق الأوسط، يعني مو هذا شيء جديد على المرأة العراقية. لا فعلا المرأة العراقية من يومها هي كانت كذا صاحبة مواقف، لكن السيستم النظام اللي الأنظمة ديهمش نعم الأنظمة السياسية أثرت بشكل كبير، والنساء من يومها كانت موجودة بالجامعات وهي تحصل على أعلى الشهادات، لكن إحنا نريد النتيجة، وهذا نعتبره بأنه خسارة، خسارة بالطاقات اللي موجودة. ليش؟ بأنه إحنا عندنا نصف المجتمع اللي ذو إمكانيات وطاقات، لكن إحنا نخليهم يضعفون، اللي نحرمهم من حق التعليم، من حق العمل، من حق بأنه يلعبون دورهم الأساس. لدينا تركة ثقيلة جداً، هذه التركة أثرت بشكل سلبي على المرأة. أريد تحددي للسقف الزمني برأيك، إذا ما أقرت الخطة واعتمدت رسمياً بعد اعتماد التوصيات ورؤية المجتمع المدني، تعتقدين السقف هي 5 سنوات، 4 سنوات، 5 سنوات، لكن السقف الزمني للشروع بالعمل متى سيكون برأيك ممكن قابل للتنفيذ؟
هو العمل مستمر على 13-25 بخطة بدون خطة، لكن أكيد بدون خطة أقل جدا، وعلى مستوى منظمات مجتمع مدني. لكن المهم بأنه الخطة خطة حكومية، وهذه كيف تنعكس ببرامج واستراتيجيات المؤسسات الحكومية. أنا برأيي يعني إحنا في نهاية شهر العاشر راح تكون الذكرى 20 صحيح لقرار 13-25، فهذا مهم جدا بأنه إحنا كيف نستثمر هذه المناسبة. وأيضا العراق كان إلى الاسم العالي الكبير لأنه أول بلد طور خطة وطنية، فكيف ممكن إحنا بمناسبة هذه الذكرى أيضا العراق راح يكون أول بلد يطلق الثاني خطة. نتمنى يعني حقيقة هي مبادرة رائعة جدا، تحسب للمجتمع المدني، تحسب أيضا المنظمات الدولية الراعية لهذا المشروع، وبالذات هيئة الأمم المتحدة للمرأة في العراق. حقيقة إحنا نتمنى أن يكون هناك مبادرة من الحكومة العراقية بأن تكون جادة في تنفيذ الخطة الوطنية، وأن يكون هناك ميزانية مرصودة حقيقية لتنفيذ أبواب هذه الخطة. لا يسعني إلا أن أشكر السيدة سوزان عارف على حضورها لبرنامج أصوات النساء، وأكيد دورها ودور زميلاتنا الأخريات يذكر ويشار له بالبنان. انتظرونا في حلقة مقبلة وبرنامج أصوات النساء.